تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما نور، إذاعة نور دبي. أحب أني أيضا أرحب بفريق العمل اليوم معايا في التنسيق والمتابعة أختي ميرا المري، صبحك الله بالخير، وفي الإعداد حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل، صباح الخير. معنا أيضا الدكتورة ندى الملا، صبحك الله بخير دكتورة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع إن شاء الله أجمل يوم في الأسبوع. الله يسلمك. أيضا أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء دائما نحب تواصلكم ويانا، تقدمون مواضيعكم، اقتراحاتكم، كل ما يخص يعني صحتكم وسعادتكم على إذاعة صحة وسعادة. وصباحكم صحة وسعادة دكتورة. ناخذ أول اتصال مع الأخت أسماء الجناحي وبتخبرنا على كل ما يدور في موضوع السوشيال ميديا. صباح الورد يا أسماء. أسماء أهلاً، صباحك أحد يحبك كل أحد. صباح النور عليكم، على أخوة عبد الله وعلى الدكتورة وعلى كل اللي في الإنتاج والمستمعين كلهم. صباح النور. ناخذ جولة بالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع. طبعا الكل يعرف أن كم إطلاق التحدي بي للياقة كان يوم الجمعة الانطلاقة، وفيها الكثير من الفعاليات، كل الجهات الحكومية والخاصة تشارك في هذه المنقلة المناسبة الجميلة الرياضية بكامل حماسة. هيئة الصحة بدبي عندها مجموعة من المشاركات عبر قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا في الفعاليات الميدانية. عندنا أكثر عن برنامج نصيحة يومية تنزل على قنوات التواصل الاجتماعي في هاشتاج تحدي دبي اللياقة الساعة 9، نصيحة يومية للي حابين يغيرون نمط حياتهم. كذلك نحن موجودين في فيستيفال سيتي يوميا من الساعة 1 إلى الساعة 9، نتكلم فيها عيادة أنماط الحياة، وكذلك الفعاليات الرياضية الجميلة اللي يعني أكيد بيحبونها، موجودين في الطابق الأول حياهم الله اللي بيوننا. كذلك في أشياء نحن حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي، عندنا برنامج طبخ مع الICCA، ومن هالأشياء كنا حاطينها في الستوري، فالكل كان يقول لنا يعني من الجمهور هذا وين وكيف طبختوا وشو سويتوا. حاطين نحن الإعلان، اللي حاب يسجل للجزء الثاني الإعلان موجود، المقاعد محدودة، فممكن أيضا الأشخاص إنه يشاركون فيها. شو الـ ICCA يا أسماء؟ مثل معهد تدريب للطبخ. ها أوكي. كان في أمس كان عن الأغذية المناسبة لمرضى السرطان، سرطان الثدي، وبيكون أتوقع على الأسبوع السبت القادم بيكون لمرضى السكري. ممتاز. كذلك إحنا عندنا برنامجنا اليومي هاشتاج 30 أكس عبد الله، هو يوميات عبد الله في عيادة أنماط الحياة نحو نمط حياة صحي في تحدي دبي للياقة. هاشتاج 30 أكس عبد الله. عاد نتمنى من الجمهور يدخل الحساب ويشجع عبد الله، لأن ناوي فعلا يعني انه يتغير في 30 يوم. يا سلام، شفت انا الفيديو مال عبد الله، شفت موعدنا انه ينزل 10 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. لا احنا معك يا عبد الله ان شاء الله، معك. اسماء انا امس بعد اي تفضلي. هلا قولي. لا امس اقول لك كنت في فيستيفال، والحقيقه مريت على الستاند هيئه الصحه كالعاده، يعني ستاند رائع وفي كثير من العوائل، لأن أيضا في جانب التمارين الرياضية، ومن خلف الستاند أيضا في الفحوصات الطبية. أمس كان فحص العين والسكر يتوقع، وكان يعني عدد كبير جدا موجود وفي تفاعل. أيضا هناك ممكن يقسم كتلة الجسم، يعني ممكن الأشخاص اللي حابين يدخلون
في تحدي عيادة أنماط الحياة. نعم. إن يدخلون ويصيرون هناك يسجلون بيحصلون على الفيدباك، وأيضا يقيسون كتلة الجسم كاملة ويدخلون على التحدي، فيها نصائح يشوفونهم مرتين تقريبا خلال فترة التحدي، إنه يغير نمط الحياة. بعض الأشخاص يظن أن الوزن عبارة بس عن الرقم اللي يطلع في الميزان، لكن الأهم هو كتلة الجسم ونسبة الدهون اللي في الجسم. ممكن يكون وزنه مناسب لكن كتلة الدهون تكون عالية والعضلات تكون أقل. نعم. فهاي من الأشياء اللي نحن نروجها كذلك في فترة التحدي دبل اللياقة، ونختمها بالرسالة الصباحية: صاحب الشخصيات الإيجابية التي تجعلك تنظر إلى الحياة بمنظور مختلف، فنحن انعكاس لمن نصاحب. ممتاز، شو الكلام الجميل في يوم الأحد يا أسماء. هاي أحلى رسالة إيجابية والله. شكرا لك يا أسماء حبيبتي، ونهارك سعيد. شكرا شكرا اختي أسماء، وانت ايضا يعني من الناس ان نحن نتشرف يعني تكونين معنا، وانت دائما طاقه ايجابيه تبثي ايجابيه. من يسمعون أسماء الجناحي طلعت طاقه ايجابيه، ذبذبات تنتقل في الهواء. دكتوره، ايضا من الامور اللي لاحظت بارحه يعني في منصه هيئه الصحه، ان مثل ما تفضلت أسماء ان اليوم الثقافه مهمه جدا. صحيح. الناس ان تاخذ يعني باعتبارها وتاخذ الجانب التوعوي هذا. الفحوصات كانت جميلة، أن يعني الواحد يوصل هناك يسوون الطول ويعطون الوزن وبينون له يعني نسبة الدهون اللي موجودة، فياخذ حذره وبعدين يحاول أن يمشي على نمط يعني غذائي ونمط حياة سليمة، على أساس أنه ما يتعرض لمشاكل صحية في المستقبل. ممتاز ممتاز. نعم. ممتاز. ما شاء الله منصة هيئة الصحة ما شاء الله دائما تكون حلوة وتكون تفاعلية وتقدم فيها خدمات وايد جميلة، فهذه دعوة للجميع أنهم يزورون منصة هيئة الصحة بدبي في الفستيفال عشان يحصلون على كافة الخدمات الصحية، عشان يكون عندهم وعي أكثر شو لازم يسوون عشان يحصلون على صحة أفضل. نعم. بناخذ الفقرة التوعوية الثانية، بتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلاء درويش عبيد. نجلاء صباحك ورد. دكتورة أهلا يا نجلاء، صباحك ورد حبيبتي، شخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. اليوم ما شاء الله فقرتنا لازم الكل يسمع لك، ولازم يسجلونها ويردون يسمعونها عقب، لأن تتكلمين عن نصائح لبشرة نظرة، كيف الأكل ممكن يساعدنا إحنا نحصل على بشرة نظرة يا نجلة؟ هي صحيح. في البداية حبيت أنوع عن موضوع النوم، لأن طبعا يعني الناس ما تنام يعني ساعات نوم كافية، وهاي تأثر على بشرتها، ظهورها لا تحت العين أو مثلا تكون البشرة شاحبة فترة الصبح، لأنهم لازم على الأقل ينامون يعني بحدود 8 ما يقل عن 8 ساعات خلال اليوم. نعم. طبعا النوم مبكر كذلك من الأمور المهمة، ونقولهم النوم بأريحية، يعني في ناس مثلا يأكلون وجبة دسمة وتكون تجيلة وينامون في بهالحالة، ما بيرقدون يعني بأريحية وبيكونون تعبانين، وهذا بعد يأثر على ساعات نومهم. ننصحهم كذلك أنهم يبتعدون عن أو يعني يخففون من المشروبات تحتوي على كافيين بكميات كبيرة يعني يفوق عن المنصوح فيه خلال اليوم، وخاصة المشروبات الغازية. ونحاول أن نحن نركز أو على الأغذية اللي تحفز إنتاج السيروتونين اللي هو هرمون السعادة في الجسم، لأن هرمون السعادة بيساعد على الاسترخاء، وكذلك بيخلي البشرة يعني تكون أكثر نظارة. ممتاز. طبعا من الأمثلة عليها ممكن نركز على أن يتناولون البيض أو الحليب، مكسرات، الموز، يعني يدخلونه في نظام غذائهم. وطبعا التنويع جدا مهم. ومن الغذاء الصحي بعد نركز انهم يكثرون من الالياف كالخضروات والفواكه، كونها غنيه بالمعادن مثل الحديد، النحاس، الزنك، ويبتعدون عن الاطعمه اللي يعني تكون فيها مقالي وزيوت. طبعا في تحديد باللياقه نصحهم انهم يمارسون كذلك الرياضه بانتظام، عشان هم يغيرون حتى عاداتهم ونمط الحياه تكون يعني تكون نمط حياة صحي، وكذلك منها أنهم حافظوا على الوزن المثالي أو اللي هم عندهم أوزان عالية أو يعانون من السمنة، أنهم يخفضون، لأن بعد هاي تكون لها تأثير على البشرة، خليها تفرز الدهنيات بشكل أكثر، تخلي البشرة تكون فيها حبوب أو تكون حتى فيها يعني تكون بشرة حتى شاحبة. صحيح. طبعاً في بعض الفيتامينات نحن نسميها فيتامينات الجمال. يا سلام. عندنا مثل فيتامين ألف، هو يعتبر إحدى فيتامينات الجمال، واللي لازم نحن ندخله في نظامنا في نظام غذائنا اليومي. وطبعا نقصه يؤدي إلى يعني يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للبشرة.
هو فيتامين عندنا ألف، وبعد أي فيتامين يا نجلة؟ خلنا نلحق بركز ناخذ منه. على فيتامينات الجمال. طبعا فيتامين ألف موجود بكثرة في الجزر، السبانخ، الفلفل الأحمر والأصفر، وعندنا بعد فيتامين سي من فيتامينات الجمال اللي ممتاز. يعتبر كذلك أقوى مضاد أكسدة، ويساعد في تصنيع الكولاجين في الجسم ويخفف حتى من تجاعيد البشرة. بعد عندنا فيتامينات ب، طبعا فيتامين سي، فيتامين جيم نحصله في البقدونس، البرتقال، الكيوي، البروكلي، وما ننسى أهميته كمضاد للأكسدة وله فوائد كذلك عدة، لكن احنا اليوم تركيزنا على البشرة. عندنا فيتامين ب نقصه يجعل البشرة دهنية ويساعد في ظهور تشققات، وخاصة عند زاويتين الفم. نقدر نحصله كذلك في الفطر، المكسرات، في البقوليات. نحاول يعني ندخله في نظام غذائنا اليومي. وعندنا كذلك فيتامين ها يساعد على نقاوة البشرة. طبعا فيتامين ها موجود في زيت الزيتون، افوكادو، الحبوب الكاملة كالخبز، الأسمر، الشوفان. عندنا بعد موجود في المكسرات والبذور، وكذلك في التفاح ممتاز. تركيز أكثر. وطبعا تتفاوت الفيتامينات هاي في الخضروات والفواكه على حسب النسب، في منها كميات قليلة ومنها كميات صغيرة. طبعا مثل ما ذكرنا كذلك ما ننسى شرب الماي، وكل شخص يحاول ياخذ حسب احتياجه من الماي، بحيث انه نحن نقول المعدل اليوم 8 اكواب بس، كلنا نحسب وزنه. يعني نقدر نضرب الوزن في 30 الى 35 تقريبا مضروبة في الوزن الحالي عشان نطلع نسبة احتياجاتنا من الماي خلال اليوم. ممتاز. هاي نصايحنا لبشرة نظرة. طبعا ممتاز، شكرا لك يا نجلة درويش، هذه المداخلة الجميلة بعنوان نصائح لبشرة نظر. نبغى نكثر من هالمواضيع، لأن دام البنات أكيد يدورون عن يصيرون على وسائل التواصل يشترون كريمات وشاي وما أدري شو، وحتى الشباب يقول أيمن المخرج يقول حتى الشباب يدوروا بعد الحين لا نحن الجمال نحتاج للشباب نركز، والبنات هي الجمال بشكل عام، يعني مو بس نركز على الجسم، وإن في بعض الحميات يتبعونها تكون خاطئة، صحيح، نقص بالفيتامينات بالمعادن، وبالتالي حتى البشرة تكون فيها شحوب وبشرة حتى تعبانة، صحيح، وإن بس إن خلاص حاولنا إن إحنا نرتب الجسم ونسينا موضوع البشرة، ممتاز، وحتى الفوائد الصحية اللي نقدر نحصلها من الغذاء الصحي. ممتاز، شكرا لك يا أسمع يا نجلة حبيبتي، ونهارك سعيد. كل الشكر والتقدير عبر أثيركم إن شاء الله، وإن شاء الله لنا فقرات ثانية. إن شاء الله نهاركم حبيبتي. أسعد إن شاء الله. نطلع فاصل يا عبد الله. نطلع فاصل إن شاء الله. ونواصل إن شاء الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ونحب أن نذكركم بأرقام التواصل 6005514114، والرسائل النصية على الرقم 4006. تستضيف هيئة الصحة بدبي يوم الأحد المقبل بالتعاون مع شعبة الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019 الذي تنظمها الجمعية العالمية لطب الأعصاب، وذلك بعد مناقشة قوية مع مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا. للحديث عن هذا المؤتمر وأهميته وأهدافه يسرنا اليوم أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد ورئيس المؤتمر. صباح الورد دكتور سهيل. صباح النور والسرور، يا مرحبا، الله يحفظكم دكتورة. الله يحييك. الله يحييك دكتور. يا مرحبا أخويا. دكتور سهيل، تكلمنا أول شيء عن أهمية هالمؤتمر وشو المنافسات اللي خاضتها دبي للفوز باستضافة هذا الحدث العالمي. جميل جدا، صباح الخير عليكم وعلى الجمهور والمستمعين. المؤتمر العالمي للطب الأعصاب هو يعتبر أكبر مؤتمر على مستوى العالم، يعقد كل سنتين في مناطق مختلفة أو مدن مختلفة من العالم. أول مرة يتم استضافة على منطقة الشرق الأوسط، بتكون إن شاء الله الأسبوع القادم في مدينة دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. قبل 4 سنوات كان البيدنج أو المشاركة لاستضافة هذا المؤتمر، وكانت منافسة قوية مع جنوب أفريقيا جوهانسبرغ للفوز بهذا المؤتمر، والحمد لله استطاعت مدينة دبي أن تفوز على المدينة المنافسة وتستضيف هذا المؤتمر إن شاء الله. المؤتمر يعقد كل سنتين، الدورة الماضية كانت في مدينة كيوتو في اليابان، واللي قبلها 4 سنوات كانت في تشيلي. ممتاز.
دكتور سهيل، كم عدد الحضور تتوقعون انه بيحضر، وشو الدول اللي بتكون مشاركه معاكم؟ جميل جدا. عدد الحضور حاليا اللي مسجلين اونلاين للمؤتمر حسب الارقام اللي موجوده عندي قبل اسبوعين وصلوا فوق 4000 طبيب وطبيبه مشارك في المؤتمر. 4000 اللي هم اونلاين ريجستريشن، غير اللي بيكونون ان شاء الله في سايت او في موقع الحدث للتسجيل. عدد المتحدثين باذن الله تعالى في البرنامج هو 5 ايام، بيكون عدد المتحدثين 265 متحدث، طبعا موزعين على ورش عمل، على المحاضرات الرئيسيه، المحاضرات الفرعيه، بتدخلها طبعا عرض احدث الابحاث والتوصلات والانجازات العلميه في مجال طب الاعصاب، خاصه في مجالات طب التصلب اللويحي او مرض التصلب اللويحي، مرض الباركنسون ديزيز والخرف او الالزهايمر مع امراض الصرع ايضا. ممتاز. نعم دكتور سهيل، مثل ما تعرف يعني هاي النوع من المؤتمرات وبالأخص المؤتمرات العالمية ومؤتمر بهذا الحجم يكون دائما له أثر إيجابي كبير يعني على هيئة الصحة بدبي إذا قلنا بشكل عام، وطبعا أكيد بيكون له أثر في على المتعاملين بما هو يعزز ويطور وتبادل الخبرات بين الجهات. شو ما هي أبرز المحاور اللي سيناقشها المؤتمر؟ نعم، بشكل ما ذكرت أن المؤتمر اللي بيشاركون فيه 4000 أو أكثر من 4000 طبيب وطبيبة ومختص في مجال طب الأعصاب. أهم الأمور اللي بيتم التطرق إليها هي أحدث العلاجات لمرض التصلب اللويحي، وحسب ما هو معلوم أن في زيادة مضطردة في تشخيص هذا المرض خاصة لصغار العمر والشباب والشابات. ايضا سوف يتم التطرق الى مرض الخرف بما انه يعتبر هو مرض العصر في العشرين او ثلاثين سنه القادمه بسبب زياده اعمار المسنين، ففي دول مثل اليابان عدد حوالي 20% من سكانها اعمارهم فوق 65 سنه. صحيح. والمتوقع مثل في دوله مثل اليابان خلال الخمسين السنه الجايه سيكون 30% من عدد سكانهم اعمارهم فوق 75 سنه، فانت تتكلم عن مرض كبير جدا يسبب عاهة بسبب رمور الدماغ لدى هؤلاء الناس. فبيتم التطرق لأهم العلاجات، كيف يتم الوقاية من هذه الأمراض خاصة مثل التصلب اللويحي والألزهايمر أو الخرف. نعم دكتور، نحن من خلال برنامج الإذاعة تكلمنا في مواضيع مختلفة وبالأخص يمكن مع الأخوات في قسم التغذية يتكلمون دائما بالنسبة لموضوع الخرف إن كيف الواحد يعني يقي هالموضوع بالنسبة أو عن طريق التغذية، فهل في المؤتمر هذا أنتم بتتطرقون للجانب هذا ولا فقط جانب علمي بحت يعني دوائي؟ لا هو مو انت يوم نتكلم اخوي عن العلاج والوقايه. نعم. تشمل جميع الاشياء، التغذيه الجيده يعني من الاسباب الرئيسيه المعروفه لانواع الخرف المختلفه، هو نقص انواع معينه من الاملاح او العناصر الغذائيه او الفيتامينات. نعم. طبعا هذه من الامور اللي ممكن الوقايه بها من خلال اخذ الفيتامينز اذا المريض هذا عنده مشكله وما وعنده نقص في الفيتامين الثايمين او البي 12 فياخذها فتصلح الامور عنده. عند بعض الشعوب اللي فيها شرب الخمر كثير جدا يصيبهم انواع ثانيه من الخرف غير الزهايمر. ايضا هذا نتطرق له في هذا المؤتمر، ولكن اغلبيه مرضى الخرف هم يكونون مجهولين السبب اللي هم الزهايمر ديزيز، ف سوف يتطرقون الباحثين في هذا المجال إن كيف ممكن أن الإنسان يتم الاكتشاف المبكر عن مرض الألزهايمر. من الأمور المطروحة في آخر 5 سنوات اللي هي اسمها الأميلويد ديبوزيشن اللي هو نوع من أنواع البروتين يتم تخزينه في الدماغ مع الإنسان اللي لديه الخرف، فيسرع هذا البروتين في عملية ضمور الدماغ. صحيح. في دراسات عاملين في كندا وأمريكا لنوع معين من المضادات الحيوية اللي ينتجونها شركات الأدوية تتارجت أن تستهدف هذا البروتين وتدمره وتقلل تركيز هذا البروتين في المريض اللي عنده احتمالية أنه يصاب بالخرف. لا تزال هذه الأدوية والعلاجات
في طور الدراسة جربوها على الحيوانات، رأوت أن مثل الفيران اللي لديهم هذا البروتين زايد يوم يعطونهم هذا العلاج الذكاء لدى الفأر يزيد أو لدى الحيوان يزيد. فالآن داخلين في مستوى العلاجات السريرية للمرضى على مستوى المراحل العلاجية الأولى والثانية. ممتاز. دكتور، نتحدث عن المعرض المصاحب للمؤتمر من حيث عدد المشاركين وما سيتم عرضه في هذا المعرض. في عدد كبير من الشركات العارضة، تفوق 50 شركة من شركات أجهزة طبية، معدات طبية، شركات دوائية عالمية، تعرض أحدث الأجهزة والأدوات في هذا الخصوص. سوف يتم عرض أحدث الأجهزة للتشخيص الإشعاعي عبر القطرة الدماغية، وأيضا عبر النافيجيتر سي تي أنجيو. فهذه من الأشياء اللي سوف تعرض وتكون لها صدى على مستوى المنطقة. ممتاز، شكرا لك دكتور سهيل الركن، هذه المداخلة بخصوص المؤتمر العالمي لطب الأعصاب. بس نذكر متى يكون هذا المؤتمر؟ إن شاء الله المؤتمر يكون تاريخ 26 إلى 31 أكتوبر، يعني نهاية هذا الشهر. نعم نعم نعم، وبيكون بإذن تعالى في قاعة المعارض في المركز التجاري إن شاء الله. ونتمنى أن تكون التغطية جميلة، وأن الأشياء التي سوف تبحث والتوصيات اللي يطلع بها المؤتمر تفيد المرضى على مستوى العالم. ممتاز. الدعوة عامة ولا في فئة معينة يستهدفها المؤتمر؟ والله هو اللي يستهدفهم الأطباء يعني والباحثين في مجال طب الأعصاب، فهو جدا مؤتمر متخصص في هذا المجال. وعادة أهلا وسهلا بعموم المجتمع، ولكن المادة المطروحة جدا مادة علمية جميل متقدمة في هذا المجال. نعم. ممتاز، شكرا لك دكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد، ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. شكرا دكتور. رح ننتقل إن شاء الله حين إلى فاصل، بس قبل فاصل لازم أقرأ هذه الرسالة. أقترح لو يقوم برنامجكم بتغطية ونقل مباشر لخدمات والتطوير الذي تقدمه الدوائر الصحية الحكومية والخاصة يومين في الأسبوع، ولا تنسون دراسة فوائد تعدد الزوجات. هذا المستمع يطرش لنا دائما رسائل بخصوص تعدد الزوجات، شو رأيك يا عبد الله نسوي دراسة أنا وياك، نزخ الرجال اللي عندهم أكثر عن زوجة ونسوي عليهم دراسة، هو يشوف الفوائد الصحية على صحة الرجل لما يكون عنده أكثر من زوجة. والله أنا صراحة لو عنده زوجة واحدة أقول يعني بعض الرجال لما تقول لهم يقولك والله زوجي واحدة كافي الحمد لله. هذا حتى المخرج يقول يعدد صراحة ما شاء الله هذا بطل، يعني دي يقدر على أكثر من حرمة وحنتها وقرقرتها، والله يعني زين والله. ولا شو رأيك يا عبد الله؟ يحتاج نسوي له نظيفة نظيف الحلقة. شو رأيك نجيبك صحة وسعادة مرة وتقول لنا يمكن أنت معدد وفعلا لاحظت أن عندك مثلا أن أمراض قلت عندك، يمكن السكري صار أفضل عندك من بعد ما هي ممكن يعني ممكن تسد فوائد صحية، فليش ما تينا مرة وتكلمنا عن الموضوع أو طرش لنا مثلا قلنا أنا معدد ومثلا تحسنت صحتي أو صار شيء ممكن نستفيد من خبرتك في هالموضوع، فنتري الرسالة منك إن شاء الله. رح نطلع حين فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل رح نتكلم عن خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. رح نتكلم عن هذا المركز الممتاز اللي كثير من المتعاملين يتعاملوا معاهم يحصلوا على الخدمات لإعادة التأهيل، فإن شاء الله نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا وسهلا فيكم. أحب أن أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. يعد مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لهيئة الصحة بدبي أحد المراكز الطبية المتخصصة التي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.
للحديث عن هذا المركز المتخصص وما يقدمها من خدمات متعددة، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة عبير عباس، أخصائي أول علاج طبيعي بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا، زي حضرك. أهلا بك. الله يحييك، كيف حالك دكتورة؟ تمام الحمد لله. أهلا بك. أهلا وسهلا. الله يحييك. تمام جميعا. مرحبا دكتورة. نتحدث بداية عن الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بشكل عام، شو الخدمات اللي يقدمها هذا المركز؟ الحقيقة هو في خدمات كتير قوي، ابتداء من خدمات العلاج الطبيعي سواء كان لمرضى المفاصل والعضلات أو المرضى الأعصاب، من علاج بالكهرباء، أجهزة كهربائية، وفي علاج بالتمارين الرياضية في الجيم. عندنا أيضا علاج مائي سواء المشي في المية بجهاز الأكواسايزر، والحقيقة ده من الأجهزة اللي مش موجودة في أماكن كتير، في أماكن قليلة قوي على مستوى العالم. وفي جهاز الحوض اللي بيبقى المريض واقف فيه مع الأخصائي العلاج الطبيعي بيعمله تمارين كلها تحت إشرافه. أيضا عندنا جهاز الحقيقة كويس جدا اللي هو جهاز الروبوتي أو العلاج بالحركة الآلية، ده مفيد جدا للحالات اللي هي طالعة من الصدمة، من اللي هو الشلل الدماغي، أو الحالات اللي هي عندها قطع في النخاع الشوكي فحصل لها الحادثة أو حصل لها جلطات دماغية في وقت أقل من سنة، تستفيد منه جدا لأنه بيعيد تعليم المخ كيفية التحكم في الأطراف المصابة. نعم. من العلاجات الموجودة للأطفال، عندنا قسم كامل لعلاج الأطفال بالعلاج الطبيعي والعلاج بالعمل، سواء أطفال الشلل الدماغي أو الأطفال اللي عندها متلازمة داون أو اللي عندهم تأخر حتى في الحركة، في أخصائيين علاج طبيعي يعملوا لهم كل التمارين الرياضية والاتزان وأيضا تنمية المهارات، وحتى أطفال التوحد واللي عندهم تأخر في التعلم يستفيدوا من العلاج الوظيفي. نعم. المركز أيضا عندنا برنامج التخسيس للمرضى اللي بتعاني من السمنة، بيبقى عبارة عن أخصائية العلاج اللي هو أخصائية التغذية بتشرف على حالة المريض سواء كان مثلا بيعاني من مرض سكر أو ضغط، تكتب له النظام الغذائي اللازم ليه إلى جانب التمارين الرياضية اللي بإشراف الأخصائيين العلاج الطبيعي. فالمريض بيدخل في مجموعة علاج جماعي وبنشوف الوزن قبل وبعد، والحقيقة كتير قوي مرضى استفادوا من النظام ده. نعم. في كمان بالنسبة للأطباء في المركز بنعمل علاج بالحقن باستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وفي باستخدام الدكتروز برولوثيرابي، والحقيقة يمكن ده المركز مكان من مكانين فقط في دبي اللي بيقدم علاج الدكتروز. وده علاج شو دكتورة؟ عفوا اسمحي لي، الحقن بمادة الدكتروز ده محلول. نعم. سكر مركز مع محلول مع البنج مع محلول ملح، ده بيتحط في الأماكن اللي فيها التهاب في الأربطة والعضلات والمفاصل، الناس اللي عندها التهاب مزمن. نعم. زي خشونة في المفاصل. نعم. أيوة. دكتورة، الآلية الوصول للمركز، يعني اللي أنا عارفة هذا النوع من المراكز اللي تقدم خدمة علاج مرات يكون فيه سواء يعني الإنسان يقدر يأخذ موعد مباشر أو عن طريق يعني التحويل، فكيف آلية التحويل؟ هو حضرتك بيروح لأقرب وحدة صحية، مركز اللي هو من الرعاية الأولية زي مثلا مركز المنظر أو مركز المزهر أو أقرب مكان من البيت اللي هو متعود يروح ويقابل اللي هو الطبيب الأسرة، وبيقوم بتحويله على المركز، بيقول له أنا المركز ده أنا سمعت عنه وعايز أتحول، من حق المريض تماما أن هو يختار المكان اللي يتعالج فيه. بيجي لنا بيدخل على عيادة بيشوفوا فيها الدكتور مع أخصائي العلاج الطبيعي وأحيانا كمان أخصائي العلاج بالعمل، وبنقوم بتقييم الحالة ونعمل برنامج كامل لإعادة تأهيل الحالة على حسب الحالة، سواء كانت حالة بتعاني من مرض في الأعصاب أو مرض روماتيزمي، ونقرر العلاج وبعدين نبتدي نتابع الحالة لغاية ما يخرج من عندنا بالسلامة. نعم دكتور، أنت تكلمتي عن يعني مواضيع كثيرة اللي يقدمها المركز كعلاج، ما هي أبرز الحالات اللي تراجع المركز؟ الحقيقة هو أكتر الحالات بتبقى الحالات اللي هي مصابة بالمشاكل في المفاصل والعضلات أو بعد عمليات تغيير المصف للركبة أو تصليح الرباط الصليبي للركبة، يمكن الجزء ده أكتر من الأمراض العصبية. عندنا جزء لا بأس به من مرضى الأمراض العصبية، بس الغالبية العظمى اللي هم عندهم مشاكل في المفاصل والعضلات. نعم. زي خشونة في الركبة أو روماتويد، مرض الروماتويد أو مشاكل في الإصابات بسبب مثلا كتر استخدام المصف، إصابات الكتف والركبة يمكن من أكتر وألام أسفل الظهر، دي تعتبر أكتر الحالات اللي بتتابع في المركز. نعم. ممتاز.
دكتورة عبير، بس بسألك أهلا. عن إعادة التأهيل الوظيفي أو علاج طبيعي وظيفي على اختلاف مسمياته، شو الخدمات اللي تقدمونها في مجال إعادة التأهيل الوظيفي؟ إعادة التأهيل الوظيفي اللي متوفرة في المركز الحقيقة بتاعة الأطفال، الكبار حاليا مش متوفرة. بالنسبة للأطفال، إعادة تنمية مهارات الطفل، يعني نحاول ان احنا الطفل اللي متاخر في الكتابه، مش قادر يمسك القلم صح، او مش قادر ان هو يلبس نفسه ويعمل الانشطه الحياتيه العاديه، تبتدي اخصائيه العلاج الوظيفي ان هي تحسن الحركه الدقيقه لايده وتعلمه، تعيد تعليمه ازاي يقدر يعتمد على نفسه في كل حاجه. ايضا بالنسبه لو يعني ان شاء الله انجلنا بالنسبه للكبار، برضو نفس الشيء، بعد جلطات الدماغيه بيبقى في ضعف في الذراع مثلا، عدم القدره على ان هو يتحكم في الحاجه زي الاول، بتقوم اخصائيه العلاج الوظيفي بتحسين التحكم في الجسم، وان هو يعتمد على نفسه في كل حاجه، ما يبقاش محتاج مساعده من اي حد. ممتاز. دكتور عبير، انت ذكرتي موضوع جدا مهم، اللي هو الطفل مثلا ما يقدر يلبس نفسه، ما يقدر يكتب. شو العمر المناسب ممكن مثلا، او منو يقرر هل هو يحتاج تدخل من مركز علاج الطبيعي وإعادة التأهيل، او انه هذا شيء طبيعي والطفل بيتعود عليه؟ يعني نشرح للامهات شو هو المسار المفروض تمشي عليه عشان تحصل مثلا الخدمه. تمام. هو بالنسبة للنمو الحركي، زي ما الأمهات عارفين أن الطفل مثلا بيتأخر في المشي لو عدى سن السنة ومش قادر يمشي، أو حتى سنة ونص، المفروض احنا عارفين النمو بتاع الطفل هو بيقعد في سن، باختصار هي الجلوس في سن 6 شهور، الوقوف في سن 10، يبتدي يمشي في سن 12، طلوع السلالم ونزول السلالم لوحده بسهولة بيبقى على سن 3 سنين، ركوب العجلة برضو في حدود 3 سنين. لما بتلاقي الأم بالمقارنة بإخواته إنه لا ده متأخر شوية، بتبتدي تقلق. الحقيقة بتجيبه لنا أحيانا بيبقى الطفل نفسه بيتفادى، يعني عنده نوع من الخوف، أو أحيانا بيبقى في عنده فعلا مشكلة، بالكشف بتبان وبعض التحليل لو كان فيه مشكلة جينية أو كده، فبتتحدد، الطبيب يعمل التشخيص وبعدين يقرر بقى لا لازم نبتدي. وفي جميع الأحوال لو هو متأخر أنا ببتدي معاه، ما بستناهوش يعتمد على نفسه. يعني لو هو اتأخر في أي حاجة ما فيش مشكلة أبدا إن احنا نديله بعض جلسات العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي اللي تخليه يحاول إن هو يبقى مع زمايله اللي هم في نفس العمر. ممتاز. دكتورة عبير، طبعا التعاون مع الأطفال يبالغ خصوصية، يعني كيف تقنع الطفل إنه يقعد في جلسة مدتها مثلا ما أدري 45 دقيقة أو ساعة، مو متأكدة كم مدة الجلسات هاي، فشو الخبرات، شو الكوادر اللي عندكم اللي تساعد إنه تخلي الطفل يستفيد من هالجلسات؟ هو الحقيقة القسم بتاعهم جميل جدا، مليان اللي هو أولا الأخصائيين على أعلى مستوى، وهم تخصصهم هو الأطفال واللعب والحاجات اللي هم حاطينها للطفل والطريقة اللي بيستقبلوه بيها بتشجع جدا الطفل. وبعدين هو طبعا احنا عارفين انه في طفل بيتعود على اللي قدامه بسرعة، في واحد بيبقى عنده خوف شديد بالذات اللي ما راحش مدرسة أو حضانة، فلا بياخدوه واحدة واحدة وبيبتدي يتعود عليهم. أحيانا بنبتدي بالعلاج بالماء، يعني العلاج المائي ده بيحبه جدا كل الأطفال، بحيث هو يبتدي يتعاون مع الأخصائي اللي قدامه، وبعدين شوية بشوية بقى نبتدي نركز عنده مشكلة في الاتزان أو في المشي، أو عنده مشكلة مثلا في تأخر في التعلم، وعنده مشاكل في المهارات بتاعته، فبنبتدي نركز على المشكلة دي وهو بيتعاون معانا. يعني هو الحقيقة هي بترجع لخبرة الأخصائيين، الحقيقة هم على أعلى مستوى. بالضبط صحيح. دكتورة عبير، في كثير من المتعاملين أو المرضى اللي يجون إحنا العيادات يكون مخذين جلسات علاج طبيعي، 10 جلسات، 15 جلسة، حسب الحالة. بالطبيعة الحال إن المتعامل أو المريض هذا ما رح يتم طول العمر في مركز العلاج الطبيعي، يتعودونه على مجموعة، يعني تدربونه يعطونه مجموعة من الجلسات عقب تقول له أنت كمل في البيت. فتلاقي بعض الناس يستوي عنده من نوع من أنواع الكسل، يستمر أول شهر، ثاني شهر يعني تخفت الهمة مثل ما يقولون، ثالث شهر يرد لنا مرة ثانية يقول دكتور أنا صراحة ما استفدت من العلاج الطبيعي، ردت الآلام نفس قبل. فلما نسألهم هل أنتوا كملتوا، يقول لا يعني شوية نسوي شوية ما نسوي. نبغى رسالة يعني نبين للناس إن ليش أصلا طبيب العلاج الطبيعي وأخصائي العلاج الطبيعي يعطي جلسات محددة ويقول لك كمل في البيت، وإن أهمية الالتزام بهالتوصية. هو الحقيقه في امراض لو المريض فيها تهاون في جلسات او في ان هو يعمل تمارين باستمرار في البيت حالته بتسوء بسرعه شديده. فاحنا بنحاول نشرح الحاله للمريض، كبار السن مهم قوي الحركه بالنسبه لهم، ما نحاولش ابدا نلجا للكرسي المتحرك او ان احنا نسهل عليهم الحياه، لا بالعكس، ولما بيقوم وبيعمل الحاجه بنفسه بينشط الذاكره وبيحسن قوه عضلاته وبيحسن كثافه العظم عنده وبيفضل محافظ على نفسه اطول وقت ممكن. فاحنا دايما بنشرح الحاله للمريض والاهل
ايه التوابع، لان احنا استحاله هنكمل مع المريض مدى الحياه، لان في مرضى تانيين عايزين يبتدوا جلساتهم، وبس بقى اخليه دايما في متابعه بيني وبينه. يعني دايما حتى لو ما بياخدش جلسات بخلي معايا متابعه بعد 3 شهور، احاول اطمن ان هو فعلا يعني الحمد لله الموقف ما رجعش لورا. لو في اي تدهور بدخله تاني جلسات، وببتدي اشد جامد على الكير جيفر لازم تبقى معانا، وابتدي اختبر كمان المسؤول عنه هل هو بيعمل الجلسات كما ينبغي قدام اخصائي العلاج الطبيعي ولا لا. ممتاز. فاحنا حريصين جدا على ان احنا لا نوصل الرساله كويس الحمد لله. ممتاز ممتاز. دكتوره عبير عباس، اخصائي اول علاج طبيعي بمركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده تاهيل، شكرا لك وجودك معنا اليوم، ويعطيكم الف عافيه على خدماتكم ونهارك سعيد. الله يخليك. شكرا دكتوره. شكرا. الف شكر. مع السلامه. عبد الله، من العلاج الطبيعي راح ننتقل إلى دراستنا الجميلة اللي تقول: دعت نتائج دراسة جديدة محبي القراءة إلى التمسك بطقس القراءة قبل النوم بعدما تبين أنه يحسن الصحة العامة ويساعد على النعاس دون أرق. أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة سوسكس البريطانية أن القراءة في كتاب لمدة 6 دقائق قبل النوم تقلل التوتر بنسبة 68% وتساعد على تصفية الذهن وتهيئ الجسم للنوم. توجد فوائد عديدة للقراءة قبل النوم، منها تحسين وظائف الدماغ، زيادة المحصول اللغوي، وتحسين الصحة النفسية. وأضيف عليها أيضا النصيحة اللي كانوا يقولون أمهاتنا وإحنا صغار يعني امتحانات: آخر شيء تقرأ قبل النوم هو أكثر شيء يثبت في مخك. سبحان الله، وهذا فعلا معلومة صحيحة أنا جربتها بنفسي. تقول الدراسة أن طقس القراءة قبل النوم يخفض التوتر والإجهاد ويساعدك على الاستغراق في النوم. تتراجع طبعا عادة القراءة قبل النوم في مواجهة تزايد استخدام الأجهزة الإلكترونية واللوحية في الوقت الذي تدعو فيه نتائج الدراسة إلى التمسك بهذه العادة الجيدة اللي هو الكتاب الورقي، لأنها تخفض مستوى هرمون الكورتيزول الذي يعرف بهرمون التوتر. أيضا القراءة في كتاب تقلل التعرض للضوء الأزرق للشاشات الإلكترونية والذي يؤثر سلبا على سهولة النعاس ويعتبر من العوامل المسببة للأرق. سبحان الله، مع تطور هذا الناس الإلكتروني هذا والأجهزة اللوحية والتليفونات، لا يزال الكتاب الورقي بتقول رونقه. نعم. وحتى فائدته. شو رأيك يا عبد الله في الدراسة؟ يقول لك لما تقرأ 6 دقائق يساعد إنه يقلل التوتر وتنام بشكل أفضل. نعم. أيضا دكتورة، يعني نحن تحدثنا أكثر من مرة في هذا البرنامج عن نمط الحياة والممارسات الصحية اللي يسويها الإنسان في حياته. صحيح. يعني تعتبر كأنها وقاية. يعني وقاية له أنه يصاب يعني بأمراض، ومن الأمراض اللي ممكن يصيب فيها الإنسان إذا ما كان يمارس مثل هالأشياء، يعني الأمراض النفسية، ضغط السكري، كل هاي الأمراض التي اليوم نحن نشوف أنه دائما النصائح أن اتبع يعني نمط حياة صحي. فالنمط الحياة الصحي في كثير من الأشياء، الأكل الصحي، النوم الصحي، كل يوم تكلمنا عن جودة النوم، اليوم صحيح. نتكلم عن 6 دقائق قراءة قبل النوم. في النهاية هاي كلها باكج يعني متكامل صحي، بحيث أن الإنسان يكون يعني عايش حياة صحية ونمط حياة صحي. ممتاز. صحيح. وطبعا النوم عامل أساسي في الحفاظ على صحة أفضل. نعم. أنا دائما أقول مثال أن كبار السن الله يحفظهم، أو كبار المواطنين عشان ما يزعلون علينا، كبار المواطنين جداتنا وأمهاتنا، لو دائما يقولون لما احنا يوم كانوا في زمنهم كانوا يصلون العشاء ينامون وينشون مع الفير، ما كانوا يسرون ابدا. شوفوا صحتهم كيف. صح. افضل من صحه كثير من الجيل الحالي الموجود. تلاقوا الحين في 30 وتعبان ومفاصله عوره وعنده صداع مزمن ووزنه ما طايع ينزل، ودائما يقول لك ركبي تطلع اصوات. تحس انه الناس صارت في عمر 30 كأن عمرها في 60 و70 سنة، بينما ما شاء الله في عمر 60 و70 صحتهم وايد أفضل من الشباب. صح. ليش؟ لأن جزء أساسي منهم كانوا ينامون بشكل جيد. الحين النوم مع تقدم ومع توفر، قبل كان غصب عنا ننام لأن صار التلفزيون كان يسكر، كان سكر الساعة 10 يمكن أو الساعة 12، غصب تنام خلاص ما في شيء أصلاً. ترى كيف تتذكرين هالأشياء؟ هذا مو أنا أتذكر، هاي أمي تخبرني. أنا ما كنت موجودة في ذاك العصر، أنا جيت في زمن السوشيال ميديا. هذاك انا ما كنت موجوده، بس امي تخبرني انك كذي. فما كان في شيء ثاني الناس تسويه، مجبوره انها تنام. الحين صح. مع وجود الاجهزه اللوحيه والتلفونات في ايدنا والسوشيال ميديا 24 ساعه، فالناس اصلا تلاقي مغريات انها تسهر اكثر من مغريات انها تنام. صح. فصار النوم عندنا، الناس صارت ما تحس بأهمية النوم. يا عبد الله تحس انه ها نمت ما نمت، الناس دوامات مواصله،
تي مواصله من انه انام ساعتين، ليش؟ والله سهران مع التلفزيون، والله سهران على الجيم، والله سهران، فصار النوم مو شيء اساسي عندهم. صحيح. بالتالي اللي يستوي ان انت دائما احنا نقول عباره استثمار في صحتك، انت معناه اللي قاعد تستثمر في صحتك صار اقل، انت ما قاعد تودع في صحتك كثر ما قاعد تستهلك من صحتك لما انت تسهر. فلازم نعطي النوم اهميه. انا وحده دائما اقول انا وقت النوم عندي مقدس، انا ما حد يوصل وقت النوم مالي، لازم انام اخذ كفايتي من النوم عشان اقدر انتج واقدر اكون مزاجي زين باقي اليوم. ما يعني ما اضحي بوقت نومي لاي سبب من كان، شغل كان عندي، شيء مهم، ما ضحي بوقت النوم مالي، لأن أحس خلاص. وسبحان الله ترى إحنا نرتب الأولويات، حطوا النوم أولوية، النوم طبعا المعقول، مو بالنوم 4 ساعات الظهر عقب تسرون 4 الفجر، لا ما نبغى هلا، ما نبغى هالطريقة يعني، لا خلوا النوم عندكم أولوية. أي شيء تستثمرون فيه بصحتكم هو أولوية لكم، أي شيء ممكن يضر على صحتكم خلوا شوية على جنب عشان تتمتعون بالصحة أفضل، خصوصا الحين مع التطور ومع الطب الناس صارت تعيش لأعمار أطول، فحنا بنعيش أطول بصحة أفضل. ومن ضمن الأشياء دكتورة أيضا يعني في كثير من الناس يقولون والله أنتوا دائما تنصحون بأن الواحد يعني يرقد في وقت غير متأخر. صحيح. في بعضهم يقولون أني أنا ما أتعشى يعني مثلا متأخر أو أتعشى بدري ولكني أتأخر في النوم. نعم. أيضا هاي يعني عادة مش جيدة، فالعادة الجيدة أن الواحد يتعشى يعني بدري وأيضا ينام بدري يعني ما يتأخر في النوم. صحيح. على أساس اللي مثل ما ذكرنا كل يوم هي جودة ساعات النوم يعني الوقت المناسب. صحيح. ومهم لما ننام نسكر الليت، في وايد من الناس تنام والأباجورة أو الليت اللي نحطها أثناء النوم عدال راسنا. اتكيت هاي دكتور، هذا اتكيت او هنا عشان تطلع الصوره حلوه يصوروننا قبل ما ينامون. تعرفون هذا ايش كثر يضر؟ ليش؟ لان لما انت تنام تغمض عينك هذا الليت يعطي رساله لدماغك ان للحين في للحين نهار، فما تروح في النوم العميق. الناس اللي تعاني مشكله في النوم اول شيء نقول نام في ظلام تام، خلي الغرفه مظلمه. اذا انتم تخافون وانا وحده اخاف انا في ظلام تام، حطوا الماسك مال العين، هذا اللي يحطونه على عينهم عليه رموش وعليه ما ادري شو، حطوها على عينكم، بس لازم يكون ظلام. ليش؟ عشان دماغكم يبدا يروح في النوم. طبعا قللوا استخدام الاجهزه اللوحيه قبل النوم. احنا وصلنا، هذا المخرج قاعد يلوح لي وانا متحمسه اكلمكم عن النوم، لان النوم مثل ما قلت لكم عندي مقدس. احنا وصلنا نهايه برنامجنا اليوم. شكرا لك يا عبد الله. اليوم ما شاء الله ما شاء الله شليت البرنامج بشكل جميل، يعطيك الف عافيه. شكرا دكتوره. شكرا لك، وشكرا لايمن سرحي، وشكرا لميرا المري كانت معنا اليوم في التنسيق، وهذه محادثتكم دكتوره ندى الملا، كنا معاكم على مدى تقريبا ساعه، اللي هو ان شاء الله كنا خفاف عليكم. الى ان نلتقيكم ان شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.